واكيد زي ما احنا عارفين طبيعي جدا ممكن تكون على الفيسبوك عمال تقلب، عمال تعمل سكرول اي حاجه، يعني عمال تشوف اي فيديوز، في فيديوهات عجبتك بس مش عارف تحملها. هتعمل ايه؟ هقول لك على الخطوات بطريقه بسيطه جدا وبدون برامج نهائيا. هتخش على تطبيق الفيسبوك او على الابليكيشن بتاع الفيسبوك، بعد كده كانك بتقلب. طبعا ديت الصفحه بتاعتنا قناه خليك الاول بي ذا فيرست. هنقلب مثلا، نقعد ندور على اي فيديو قابلنا كده، او في فيديو احنا عملناه مثلا امبارح اللي هو الفيديو ده مثلا، هنشغله كده نوقف. طيب عندي فوق تلات نقط كده، مش مهم بقى الدوت بيتكلم عن ايه، عندي تلات نقط فوق كده اقوم دايس عليهم، بعد كده نقوم دايسين كوبي لينك او نسخ الرابط. خلاص كده انا نسخت الرابط من على الصفحه اللي انا عليه، مجرد ما بدوس على الفيديو على التلات نقط. بعد كده نروح يا شباب على اي متصفح، اي متصفح عندك مش فارق معايا، كروم او سفاري او اوبرا اي حاجه. بعد كده تيجي فوق كده هو تعمل اللينك بتاعك، هتعمل هتدوس دوسه طويله بيست او لصق. هتجيب لي بقى اول العنوان بتاعك، ده مهم قوي. اول عنوان بتاعك خلي بالك انت عندك www صح كده، هتقوم شايل www ديت اللي هي قبل النقط دي، تشيلها خالص كده وتكتب ام بيزك مكان ال www. خلي بالك مكان ال www هنكتب ام بيزك، وبعد كده نقوم دايسين انتر او ان انت ايه تبدا تعمل السيرش بتاعك. هيدخلك تاني على الفيديو، دوس على الفيديو تاني دوسه كده عاديه هيدخلك على الصفحه دي، ابدا دوس دوسه طويله هيطلع لك داونلود فيديو. احب اقول لك مبروك، الفيديو بتاعك بينزل بتاع الفيسبوك بدون اي برامج. تابعونا في الحلقات اللي جاية علشان نعرف معلومات كتير. كان معاكم محمد أسامة.